البرشا انعقدت بشكل موسع وناقشت كل جوانب توطين صناعة الدواء في مصر. والحقيقة كان في أطروحات وقدر أن يكون في مخرجات وتوصيات مهمة، بيأتي على رأسها طبعا المراجعة السعرية للأدوية في مصر وزيادة فرص الاستثمار والاهتمام بالتعليم التكنولوجي والصناعي لإنتاج كوادر قادرة على صناعة الدواء. حقيقة أن صناعة الأدوية واحدة من أهم الصناعات اللي أكد عليها فخامة الرئيس النهاردة، وأكد عليها دولة رئيس الوزراء بوجود صناعة الأدوية في ملف توطين الصناعة في أحد الورش اللي على هامش المنتدى الاقتصادي.